بوزارة التربية سي محمد الجزوني. الانترفيو مع زينة. مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية سي محمد الجزوني، أهلا وسهلا، تحياتي، شكرا على قبول الدعوة، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك زينة، ومرحبا بكافة المستمعات والمستمعين. إذا لي ملي وانت داخل الوطني بدأت الأسئلة من الباب، شوفي على الصفحة نتاع الساعة. على ما يبدو هناك تصريح تفهم بالغلط، باش نرجع عليها بالتوضيح قبل ما ندخل في بقية الأسئلة. ملف القيمين المرشدين أيضا التطبيقيين الغير متعاقدين اللي قاعدين يسألوا فيكم اليوم، هل وزارة التربية باش تمشي في ملف تعاقد معهم أم مازال شوية؟ الملف هذا اللي هو يعرف بملف المرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير، ملف قديم، ملف خذا حظه من التثبت والتدقيق. الآن نجم نقول في المرحلة الختامية بعد أن تعهدت الهيئات الرقابة العليا الإدارية والمالية بالملف باعتبار أنه يرجع إلى مناظرة قديمة 2018، وشهدت العديد من المراحل هي السابقة. ولكن اللي يهمنا في اليوم أنه 1228 بين مرشدين تطبيقيين وأعوان تأطير هما مراكزهم موجودة في وزارة التربية، يشتغلون منذ مدة بنظام التعاقد، هم في مراكز شاغرة فعلا ونحن في حاجة إليهم، احتجناهم وما زلنا ولا نزال، فقط التسوية النهائية في طريقها باعتبار أنه المنطلق هذه السنة الدراسية معروف منذ يوم العلم أنه كل ملف التعاقد بكل أشكاله سيشهد تقنين ومعالجة قانونية تضمن حقوق الجميع. شوية صبر باعتبار أنه صحيح ربما الفترة الأخيرة تم التركيز على ملف المدرسين النواب سواء ابتدائي أو ثانوي، نعم. الآن الموضوع هذا كيف يأخذ حيز كبير من الاهتمام، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سيكون الخطاب أوضح وواضح فيما يتعلق بمستقبل هذا السلك الذي نعزه ونجله. يعني ملف القائمين والمرشدين التطبيقيين في ملفه قريبا إلى التسوية. نعم، وهنا أتحدث عن سواء الذين هم يشتغلون في مراكز شاغرة، وحتى إذا كان نحب نقول حتى اللي هم معترضين وقاعدين ربما يتواصلوا معنا يوميا في وزارة التربية، نعم. سواء بصفة مباشرة أو عن طريق خاصة الزملائي. هذا بالتزامن مع الاحتجاجات اللي في كامل تراب الجمهورية. نعم اليوم المنطلق متاعنا أن شغرات وزارة التربية في كل الأسلاك تحظى باهتمام، وإن شاء الله في قانون المالية 2025 ستكون لوزارة التربية حظ كبير في سد جزء من شغراتها في كل الأسلاك. والحقيقة هكذا بديت هنا بداية إيجابية جدا، شكرا سي محمد على الإيجابية وشكرا على الخبر. نذكركم وتتلقاهم بعده يهبط فيديو على صفحتنا مشكور محمد علي ناصري، وأنه ملف القائمين والمرشدين اللي حاليا عاملين احتجاجات في كامل تراب الجمهورية وزارة التربية أطمنكم جاري سد الشغورات والانتداب والتعاقد معكم في طريقه إلى الحل قريبا الإدماج. طبعا هذه آليات تتقطع فيها وزارة التربية مع الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، مع وزارة المالية، مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبطبيعة الحال مع التمشي القانوني ليحفظ حق الجميع ويقطع مع كل الإجراءات ربما التي كانت في وقت نقاط فيها تسرع أو فيها نوع من النقيصة أو النقص. دونك في انتظار ميزانية 2025 اللي باش يكون لهم فيها نصيب ويتم تسوية الوضعية، المعترضين أيضا ينطبق عليهم نفس الشيء. نعم، هذا كلاش ذكرت أنه إذا كان نقول عنا 1228 بصدد المطالبة بالتسوية متاعهم، نعم. لو تسألني على شغوراتنا في القيمين وفي المرشدين التطبيقيين يفوق العدد هذا بكثير، وبالتالي احنا لن نتقدم نحو سد شغورات قادمة في هذا السلك إلا بعد غلق الملف هذا متاع المعترضين. ناخذوا اللي عنا في انتظار هما بطبيعة الحال تسويتهم تمر عبر انه الموضوع، كل موضوع التشنج او الشك او الحيرة اللي شهدت كل متعاقدي وزارة التربية اليوم كما قلنا وزارة التربية ملزمة بالتشارك والتقاطع مع وزارات المعنية بحل مشكلة التعاقد والقطع مع التشغيل الهش. تم انتداب عدد منهم تقريبا في العودة هذه، كان اعلن عليها وزير التربية في 7000 تقريبا من اساتذة، هذا في الانتدابات متاع الثانوي والعموم والابتدائي. لو تسمح نوضح الملف هذا جيدا، وودي أن يكون يعني لا يخضع للتأويل باعتبار أن قلنا وصرحنا في عديد المحطات الإذاعية أن وزارة التربية كعادتها ككل سنة ما إن تنهي موضوع الامتحانات الوطنية
تنطلق منذ نصف شهر جويلية في الإعداد للعودة المدرسية المعنية. صحيح. فهذه العودة المدرسية الحالية يعني تم رصد أو ضبط كل الشغلات المعنية سواء في التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي. نعود نقول الرقم اللي حددناه كشغلات ثابتة في التعليم الابتدائي 3400، الشغلات في التعليم الثانوي في التدريس 7292. هل كيف استعدت وزارة التربية لسد الشغلات؟ قلت بالنسبة للتعليم الابتدائي عنا الآلية أو عنا دفعة أو عنا الخريجي أو حاملي الإجازة التطبيقية في علوم التربية الدفعة الأخيرة تم منذ يومين تعيين 2598، بما يعني أنه 3400 يعني يكون سد الشغور بنسبة 90% أو أكثر. لكن بالنسبة لقاعدة البيانات نواب التعليم الابتدائي توصل تقريبا 6000 هذوما مشمولين بالتسوية، مشمولين بالتسوية كما تم التصريح. هذا مشكلة وزارة التربية فقط، إنما هذا توجه الحكومة باعتبار أن التوجه كامل نحو حل مشكل النواب، حل مشكل المتعاقدين. نفس الشيء في التعليم الثانوي عندنا 7292 شغور، ما عندناش آلية أخرى إلا الاعتماد على النواب، خاصة أنه لابد من التنويه أن وزارة التربية توصلت بنجاح هذه السنة بجهد المصالح الفردية. نعم. في كل وزارة التربية إلى يعني وضع قائمة أو قاعدة بيانات مرقمنة شفافة، منها تتم التسوية ومنها يتم سد الشغور. معناها أن اليوم نتكلم في اللحظة هذه بالذات ثم بدأت عملية سد الشغور في التعليم الثانوي. إن شاء الله من هنا إلى آخر الأسبوع هذا يتم سد الشغورات بالقاعدة هذه. لكن عملية التسوية اللي ينتظرها النواب سواء في التعليم الثانوي أو الابتدائي ذلك سيكون وفق نصوص ترتيبية، وفق تمشي قانوني، لأنه اليوم الملف هو سيعالج من خلال التمشي قانوني يضمن حقوق الجميع وليس التمشي ارتجالي. معناها أنه ثم نصوص ترتيبية قانونية ستصدر قريبا وستضمن حقوق الجميع بما في ذلك الناشئة. يقول الناشئة يعني سيحي ثم تسوية للنواب، تسوية للمتعاقدين، لكن كذلك ثم توجه يعني مسار كامل فيه تأطير بيداغوجي حتى نضمن التكوين اللازم للناشئة. مع نهاية هذا الأسبوع يتم حل الملفات الشغورات التعليم الثانوي، مع ثم حتى مبرر في مطلع الأسبوع القادم. نقول الكلام هذا لأن عملنا تطبيقة جديدة في وزارة التربية. نعم. أنه النواب المعنيين بسد الشغورات تصيلهم تباعا يعني نقولوا SMS بداية من يوم غد، التحاق سواء في نابل في سوسة في جابس في كل الجهات باعتماد قاعدة البيانات 2008-2024. هذا في التعليم الثانوي، في انتظار أيضا ضبط الشغورات، ضبط أو الآلية المعتمدة هذه ستطبق كذلك على التعليم الابتدائي. لكن اليوم عنا عودة مدرسية في يومها الثاني، نقول البارح التقى جل المدرسين بأبنائهم التلاميذ. صحيح ثم ربما بعض الفصول وبعض الأقسام ما زالت ما استخدتش باعتبار ثم تنقلات وتلاميذ يحبوا ينتقلوا من قسم لقسم أو من مؤسسة لمؤسسة. ثم زاد مدرسين ربما ما همش زال ما استقرش وضعهم باعتبار أنهم تنقلوا من مسقط رأسهم إلى ولاية أخرى للاشتغال. هذه ظروف عادية كل عام تصير، لكن إن شاء الله الأسبوع هذا هو أسبوع اللقاء، أسبوع الالتقاء، وأسبوع اكتشاف الفضاء الجديد خاصة للمدرسين الجدد، وأسبوع التقاء التلاميذ بمدرسيهم. دونك باش تبعثوا لهم ديزا سماس تقولوا لهم أرجعوا باشروا وكهو إلا أرجعوا باشروا، راهو سيتم انتدابكم في كما كنت تحكي من الأول وكما أعلنتها سي محمد من هوني مع الميزانية 2025. نحب نوضح باقي النقطة هذه، راهو بالنسبة للتمشي نحب ما نحبش نغوص في موضوع مازال النص ما صدرش، أما إنما على مستوى وهم النواب يعرفوا بالضبط شنو مغزى الخطاب متاعي هذا. يعني إذا كان ثم مثلا نقول ثم دفعة معينة باش يتم انتدابها السنة، لا يعني أن بقية الدفعة بقية النواب لن تكون التسوية، لا هو سيكون على دفعات. قديش نقوله من دفعة بالنسبة هذا الكل سيضمن في النص الترتيبي. وإحنا الآن لما ليس لدي الحق أن نتحدث على نص مازال ما بصدرش، وبالتالي ننتظر ممكن نقول في الساعات في الأيام القادمة قبل ممكن في وسط الأسبوع
الأسبوع القادم تكون الصورة واضحة لكل النواب وكل متعاقد سيجد حقه في النص الترتيبي المنتظر. إن شاء الله يلتحقوا، إن شاء الله يتم كما كنت تقول إدماجهم. شكرا مجددا على الأخبار الإيجابية اللي بديت بها سي محمد. نعرفوا ملف النواب والقائمين حقهم، راه نتفهموا الاحتجاجات اللي قاعدين يقوموا بها، قاعدين يقوموا بمجهودات. علاش أنا نقري وأنت تقري، أنت مترسم أنا ليه؟ نتفهموا الوضعية، ولكن في انتظار يتم سد الشغورات كاملة وحل ملف المعترضين والنواب وغيره، قاعدة تقوم وزارة التربية مؤخرا طبعا بمعاضدة مجهودات وزارة الداخلية بتركيز كاميرات مراقبة. الكاميرات هذه الهدف الأساسي منها سي محمد، هل هو الحد من العنف المدرسي أم من التخريب والعمليات الممنهجة حتى للسرقة اللي قاعدة تتعرض لها بعض المدارس؟ نحب بالمناسبة نشكر كافة إطارات وزارة الداخلية اللي عنا ودأبت وزارة التربية مع وزارة الداخلية في عقد اجتماعات سابقة للعودة المدرسية لضبط الاستراتيجية السنوية لتأمين المؤسسات التربوية، وقد حدث هذا وتم هذا في الأسبوع الماضي. نعم. لمواصلة المجهود الذي منجزة أو انشرعنا فيه حتى السنة الماضية على مستوى تركيز الكاميرات في محيط المؤسسات التربوية أو حتى في سواء الداخلي أو الخارجي موجودة بنسب كبيرة وغير مستكملة الآن، والعمل الجاري في مستوى الإدارة العامة لبناء التجهيز وحتى المندوبات الجهوية لاستكمال تجهيز المؤسسات بالكاميرا. لكن نحب نقول بالمقاربة هذه ليست الكاميرا وحدها التي ستقضي على السرقة أو الاعتداءات أو كل أشكال ربما المنافية للسلوك الحضاري، للسلوك الذي يحترم المؤسسة التربية أو كل مؤسسة عمومية، ولكن بالإضافة إلى الكاميرا، بالإضافة إلى تعزيز عمال المكلفين بالحراسة، تعزيز الوعي أيضا لدى الناشئة ولدى حتى الشباب أن المؤسسة التربية ما تكونش مؤسسة تتعرض للعنف، هي يكون مؤسسة منارة. ظن لابد أن يرافق المجهود متاع تركيز الكاميرا ودعم الحراسة. نعم. بوعي ثقافي يشمل المحيط الاجتماعي الذي تنتمي المدرسة حتى يقع التقليل من هذا. نعرف أنه هذا لا يخفى لأحد، موضوع السلوكيات المنافية مثل المخدرات، مثل البارح أيضا كل هذا الساعات الأولى له. من العودة المدرسية سي محمد، مع الأسف الجريمة النكرة اللي صارت، جريمة القتل التلميذ، صحيح مش في داخل أما في محيط هو ماشي يقرأ فاعترضوه الزوز اللي قاموا أو نفذوا عليها الجريمة. احنا بطبيعه الحال نترحموا على التلميذ ونصبروا ونعزيوا عائلته المصغره والموسعه، وناسف كما ياسف اي تونسي لخبر كهذا. ونعرف اللي الحادثه هي خارج المحيط المؤسسه، ولكن ما هو الا التلميذ، هو طفل تونسي، هو شاب تونسي، تفاعلنا تفاعل منها مشترك، يلزم يكون مجهود مشترك، ليس دور المؤسسه التربويه وحدها. هذه مسألة وعي، مسألة يعني ظواهر ربما منها لابد أن تتضافر جهود، والخط والموضوع هذا يستحق إلى أكثر من يعني ندوات وأكثر من مبادرات خاصة في مستوى الأحياء حتى يكون الوعي شامل. للأسف نقول مرة أخرى أنه العنف هو أساسه منها ناشئة تتلقى حد معين من الثقافة، بداية من الأسرة، بداية من الحي. فملتقى المؤسسة التربوية هو تقريبا انعكاس أو تتويج لما يتلقاه التلميذ أو الطفل منذ النشأة في أسرته فمحيطه ثم المدرسة. وفي علاقة بالوضع المدرسي اليوم نعرف السلوكيات اللي صارت، نعرف عملية تصادم تصير بين الولي والإطار التربوي، ولكن هيت نقدموا المبادرة ربما تكون حتى من وزارة التربية في حد ذاتها، نعملوا حصص لقاءات كما قاعد صاير، وإذا صاير حتى في دول البرة وفي بعض المدارس اللي في تونس منتمية إلى عدة دول أخرى، يتقابلوا. علاش الولي ما يتعرف على أستاذ أو معلم ابنه كان وقت يصير مشكلة؟ علاش من الأول ما نمشيوش في اللقاءات مع العودة المدرسية، يجيو نعملوا اجتماع كل قسم يلتقي بطلب، علاش ما نطوروش ربما بشكل الحاجز اللي موجودة، وربما فما نظرة عدائية مجانية هكاك غاتويتو تلقاها بين الطرفين. يدخل هذا في باب يعني تطوير الأداء بصفة عامة في كل ما يتعلق بنواحي الحياة المدرسية برمتها. يعني أن الولي يفترض أن يكون شريك في المؤسسة التربوية من خلال المساهمة في يعني تقديم المعلومة الكافية
وضعية ابنه في الأسرة. صحيح أن المدرس زاد هو عنده دور في اكتشاف بعض الوضعيات داخل الفصل، لكن حتى الولي يلزم يكون عنده يعني أداء إيجابي مع المؤسسة التربوية. من جهة أخرى كيف كيف احنا زاد عندنا برنامج في وزارة التربية تكويني يشمل كل الأسلاك وفي مقدمتهم مديرين المؤسسات التربوية، حتى يطلع مدير المؤسسة التربوية بالجانب التربوي والجانب التأطيري منها. حتى نستعمل أنا المصطلح اللي نحب نستعمله توا هو leadership scholar، معناتها القيادي في المؤسسة التربوية اللي نجم يكون عنده تأثير أدبي ومعنوي على كافة المؤسسة التربوية. وأنت قلت كلمة إيجابية جدا، وإن شاء الله الأولياء الكل بان ما نعموش، فما شكون صحيح قائم بفعل إيجابي، ولكن الناس اللي ربما تطلع عليها تنسون شوية وراهم، فمش عليش تمشي تدق باب مدرسة باش تعتدي لفظيا ولا ماديا على معلم، اللي كاد المعلم أن يكون رسولا. وزارة التربية اليوم رسالتها أو للأولياء أنه لابد أنه يكون الولي شريك فعل سي محمد في الحياة المدرسية. طبعا أنا بالمنبر هذا نحب نغتنم الفرصة باش أدعو كل زملائي في المؤسسات التربوية أنهم يتفهموا يعني الولي لما يقدم إلى مدرسة لتلقي خدمة في علاقة بأبنائه قد يكون في وضعية متشنجة وهو معذور في هذا باعتبار اليوم الزمن زمن الاشتغال وزمن المدرسي زمن العائلي كله يأثر على الولي اللي هو عنده مشغل يومي في العمل، مشغل يومي في قوته، وكذلك اهتمام بسلامة ابنه ويتوجه المدرسة. صحيح. وبالتالي صحيح. الأسرة التربوية مديرين قيمين عامين قيمين إداريين كلهم معنيين بحسن قبول الولي وحسن التعامل مع كل الوضعيات مهما كانت درجة التشنج فيها أو درجة الاندفاعية فيها. هم من الطرفين إن شاء الله العودة مدرسية هذه 2024-2025 ما نسمعوش الحوادث، لا اعتداء من طرف بعض الأولياء، لا حتى الاعتداءات اللي تقوم بها بعض الإطار التربوي شبه المدرسة. فعلا، وأنا أكد لك اللي عموم المدرسين والمدرسات بمختلف أسلاكهم واعيين بالشيء هذا، بالعكس هم أقرب عنصر أو أقرب إطار للتلميذ هو المدرس. يعجي وساعات معه، وبالتالي معناتها المدرس يعرف نفسية التلميذ. ونعوله كثيرا المدرسين رغم أنه نعرف اليوم مدرسين عندهم يعني أخذوا قسط من حالة من الراحة، لكن شغلهم الشاغل هو الانطلاق من الآن في إنجاز الدروس دون ضياع أي حصة، باعتبار أنه اليوم بقدر ما ننجح في إنجاز حصة بكافة مكونات نجاحها بحضور التلاميذ بتجنب كل حالات الغياب والتغيب عن درس، كل هذا يعطي أكثر مصداقية للمؤسسة التربوية ويعطي أكثر مردودية وخاصة يعني الدعم وتعزيز ثقة الولي بالمؤسسة التربوية من أجل تقديم الخدمة للتلميذ. جديد العودة المدرسية سناسي محمد الخليطة في الأخر، بعد ما نحكيه مشاكل نحكيه جديد العودة المدرسية 2024-2025. بطبيعة الحال هو ككل سنة دراسية دائما ثم مؤسسات تربوية جديدة محدثة، وأكيد المؤسسات هذه تكون بادرة خير على الحي التي تنتمي إليه. يكون 35 مؤسسة تربوية موجودة في كافة جهات البلاد، في الساحل في الشمال في الجنوب اليوم موجودة، وفتحت البارح أبوابها. ثم أيضا مطعم مركزي في منطقة السبيخة في القيروان، إن شاء الله تجهيزات تكتمل في المدة القريبة القادمة ليقدم الخدمة، وهو أيضا مكسب مهم جدا. المستجدات البيداغوجية يعرفوها المدرسين اللي هي بصدد التجويد خاصة بعلاقة مع الكتاب المدرسي. كذلك نقول أنه حتى على مستوى النقد المدرسي توصلت وزارة التربية أخيرا، وهذا الكل ظهر حتى في الأخبار الرسمية، بإبرام اتفاقيات في موضوع الدعم النقد المدرسي. اقتعنا حافلات جديدة ونقص السواق تجاوزناه بعقد الاتفاق هذية والشراكة مع وزارة النقل، وبالتالي إن شاء الله الجديد هو أنه يعني التقليل من كل النقائص اللي رصدناها في تقييمنا للسنة الدراسية الماضية في النقل المدرسي في الخدمات المدرسية وخاصة في مقاومة ظاهرة الغياب أو الانقطاع عن الدراسة. بالنسبة لبعض المدارس بالجهات الداخلية اللي يصعب الحقيقة نحكيه على نقل مدرسي باش يوصل لهم، أو الصعيب حتى تكون فما خطوط غادي كم تاع حافلات،
على المستوى القريب او حتى على المدى البعيد فمي شي امل ربما نمشيو لهم صغيرات هذو نلقاو حل على عدم تكرار او ما تطلعش توم تاع الانقطاع المدرسي. هو في الحقيقه الموضوع هذا كيف كيف كان محل يعني اجتماعات ماراثونية على المستوى الجهوي مع تحية شكر لكافة السادة الولايات اللي هما الآن بصدد يعني تأطير وبصدد الدعم الكلي لمندوبيتنا الجهوية للتربية اللي هما توا ثم حدود تنبع من المحلي ومن الجهوي صحيح. ليس بالضرورة أن يكون الحل من المركز وبالتالي خاصة في مجال إسناد رخص استثنائية للناقل العمومي أو الناقل اللي عنده تراخيص كل هذا حلول جهوية يعني فيها يعني دعم من السلطات المركزية سواء وزارة التربية أو وزارة النقل أو وزارة الداخلية. دونك ربما على المدى القريب نجم نلقاو حلول كيفاش باحداث بعض المدارس او نمشيو للنقل لانه يعني مدرسه مش سهل انك تعمل مدرسه بالبنيه التحتيه ديجا بطبيعه الحال انا يمكن السؤال هذا يجرني الى كيف تستعد وزاره التربيه الى دعم شبكه المؤسسات التربويه استجابه الى العدد الذي سيتزايد في السنوات القادمه للتلاميذ. بالتالي كي نقولوا لابد من يعني بعث مؤسسات تربيه جديده هذا في علاقه ب يعني الحاجيات الحقيقيه اللي يطلبها خاصه التلاميذ اللي يتنقلوا بعيدا. فأينما تم تجهيز دراسة جدوى في بعث مؤسسة تربوية للتقليل من أعباء التنقل فسيحدث هذا. يعني وزارة التربية تمضي قدما نحو تعزيز شبكة أو خارطة مدرسية أكثر من أي وضعية أخرى ظرفية كإيجاد حلول للنقل لأن النقل المدرسي في حد ذاته هو موضوع حساس وموضوع ليست وزارة التربية وحدها شركة قادرة هي معضلة اليوم النقل المدرسي خاصة في جهة الداخلية جاي داخلين على شتاء وهو ساعات في المناطق الحضرية بين قوسين وما تنجمش توصل للمدرسة في الوقت وغيره أول ما تصب مطرة فما بالك في الجهة وحنا في الظروف هذه إن شاء الله متى في أفق السنة الدراسية الحالية أو في الفترة القادمة مع بوادر قرب انطلاق الإصلاح التربوي ضمن الاستشارة الوطنية حول التعليم والتربية أكيد كل هذه القضايا ستلقى الحلول الكفيلة من خلال الجهات العليا المعنية بإصلاح شأن التربوي. في علاقة بالمناهج برشا كلام برشا جدل نقصنا في الرياضيات زدنا في الرياضيات منين جه الجدل هذا والويه رغم أنه بيانكم كان واضح وقلتوا ما فماش ولكن صار فيه برشا نقاط استفهام سي محمد. الموضوع هذا يمكن نقوله في كلمة واحدة أنه لجان التفكير أو لجان ورشات المستجدات البيداغوجية تشتغل منذ أكثر من سنتين لكن ما ثم حتى شيء رسمي إلا بعد اكتمال يعني كي تخرج بعض المعطيات وأعتقد بين وزارة التربية كان واضح سواء في علاقة في الرياضيات أو حتى مادة أخرى ننتظر المخرجات النهائية لورشات العمل أو التفكير حول التجديد البيداغوجي. لحد الآن ما ثمش تجديد قد يربك اي مسار جدل في برامج وزارة التربية. علاش ظهر من الاول علاش هبط بيان وبعد كلام وبعد تصريحات وفي الاخر هبط البيان يعني كيفاش نجم نقص في الزمن المدرسي في او عليه الرياضيات بالذات اللي رغم ما نزيدوا فيها هذه واش توقف هو الموضوع هذا. على كل حال انا نوكل مهم التوضيح للجان المختصة اللي تشتغل على الإصلاح التربوي خاصة في المواد المعينة. إنما شخصيا أقول أن الورشات لم تنهي أشغالها عندها تفكير صحيح ثم متابعين لهالوضعيات هذه كل يتساءل أنت ذكرت الرياضيات مثلا الرياضيات كشعبة معضلة كبيرة اليوم في التعليم الثانوي وهذاك علاش أنا نسمح لنفسي أن نقول لابد من الإسراع بإعادة النظر في منظومة التوجيه المدرسي. وفي الأثناء اليوم في التعليم الابتدائي ما فهمش حتى مشكل الناس بالعكس مش طالبة نقص طالبة تزيد بعض المراجعات هل باش نشوف ربما يدخل لغات جديدة في المستقبل مش نحكي على عودة مدرسية هذه ولكن نحكي على المدى البعيد هي كما اللغات مثلا المنظومة التربوية ما عادش ممكن باش تستمر الوضعية اللي توا دامت سنوات وآن الأوان لإحداث يعني الجديد فيها. هذا كلاش قلت مخرجاتها الكل تنتظر إنهاء ورشات التفكير ورشات العمل اللي انطلقت منذ أكثر من سنة
منها اللغات، تعزيز اللغات، كيف كيف النظر كذلك في ربما بعض المواد أو بعض البرامج يقع دمجها، يقع توسيعها، إدخال برامج جديدة تستجيب لما يتطور الحياة اليومية للشاب للطفل اليوم. تعرفوا ثم ممكن هذا مش مجال باش نتحدث فيه، لكن نقول أنه ثم قضايا فرضت نفسها باش وزارة التربية تفكر في إعادة النظر في العديد من البرامج. مثلا كما شو سي محمد؟ مثل الظواهر السلوكية هذه، النظام التأديبي المدرسي اللي هو يرجع لعام 91 مازال ما ترجعش، مثل يعني قدرات أو مكتسبات التلاميذ في بعض الشعب اللي ربما ما تستجيبش كليا لسوق الشغل. الجامعة التونسية توثيق السيرة بين التعليم العالي والتعليم الثانوي والتعليم الابتدائي، كل هذه الحلقات لا يخفى على أحد هي حلقات تعتبر من نقاط ضعف المنظومة التربوية. هذاك علاش العمل متواصل من أجل الوصول إلى المخرجات الذي ينتظرها الشعب التونسي بأكمله. وبالأمور الإيجابية هذه إن شاء الله ننتظر صدور الأوامر، خاصة تنزيل الأوامر الترتيبية للأساتذة النواب اللي محتاجين واللي يتابعوا فيك الحقيقة. تحياتنا ليهم الكل، أسئلتكم إن شاء الله نكون قلتها وجاوب عليكم كان واضح. اللي فاتوا واللي للطوى تلقاه على صفحتنا تصريح سي محمد الجزوني مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية بوزارة التربية، وتصريح موقف وزارة التربية من الانتداب والكل الاحتجاجات اللي قاعدة تصير توا، والناس اللي في الوقفات الاحتجاجية تلقاو على صفحتنا الإذاعة الوطنية وصفحة البرنامج استوديو الوطنية الجواب الرسمي والكامل لوزارة التربية. شكرا جزيلا سي محمد على رحابة صدرك، شكرا على التوضيحات والوضوح، وإن شاء الله تكون الأجوبة كافية وشافية. أجمل تحية زينة زيديو كامل فريق استوديو الوطنية، رفقني كل من سمير عرفي ورفيق أدريدي، أيضا ضياء الدين الكريفي، شكون آخر، خالد كرونة في التحليل الساعة الأولى، كامل الفريق، مراد مش مراد دالي يغلط فيه غلط فيه رفيق الدريدي من وراء البرنار. أجمل تحية كامل الفريق، شكرا زاهر بن حميدة، دالي نصري، وأيضا مروان الدريدي في الإخراج. موعدنا يجدد غدوة إن شاء الله، نخليكم ختامها مسك مع إيهاب توفيق، بعدها الكلمة لقسم الرياضة بالإذاعة الوطنية. الشهية طيبة، بسلامة. مشتاق وهواك هوايا وملوش نهاية وبدوب